وسهلا. اهلا يا بنتي. تسلمي يا روحي، ان شاء الله الف مبروك يا عمري. اعطيني خالو. خلي لا تؤاخذوني، ما في شحاطات بتكفي. ما في مشكلة يا بنتي. خالي خلص، انت فوت، تفضل من هون لجوا. تفضل خالي، البيت بيتك. يا الله كلثوم، هالبيت كتير كبير مثل القصر. بس انا كمان عرفانة نقي هديتي. بس أنا ما رح أستنى لحتى أقعد، باعتبار أنه سارة عطتك هديتها، يعني أنه خلي صهري لا يعاتبني. شوفي، بعرف أنه هاي الهدية مانها من مقامكم، بس أنتي ليكي فيكن تبدلوها إذا مو على ذوقكن أو على مقاسكن. أمي حبيبتي اسلموا كتير. إيه كلثوم، يعني أنتي عن جد نسي عن العادات؟ بس حتى يجي زوجك بلبسك يا ماشي. شو كأنه صارنا لسه ما اجى على البيت؟ بيكون عالقام بالعجقة. شوي تانية بيوصل. كلثوم شوفي، تعالي ورجينا البيت قبل ما يجي صهرنا. ماشي. ايه والله جد يا بنتي. شو هاد يا جايين لعند ضيوف وحضرتموه؟ لا تقول هيك يا ابني، بجوز الزلمة في عنده شغل. حاجة بابا، اي شغل؟ كل شغلهم يطلعوا سهرات. والله انا كمان ما بعرف كيف دبرت بطاقة وكيف ركبت واجيت. الشيطان عم بيوسوس براسي ارجع، بس ما عم بسخفيكي هاندا. انت كيف بتخبي قصة كوراي عني؟ لك يا بنت، أنا شو ماني رفيقتك المقربة؟ لو خبرتيني عن كوراي شو كنتي خسرتي؟ هلا أنت إجيتي مشان تعاتبيني ولا منشان تكوني جنبي؟ ماشي، بس افرديها بقى. يلا قومي. لوين بدي قوم؟ يلا قومي، ما بدي أي اعتراض. رح نطلع نسهر برا، بدنا نفرفش، لازم نحتفل بجيتي لعندك. والله يا بنتي البيت كتير حلو، وأنا كتير بيعجبوني البيوت اللي بيكون جواتهم درج. ليك وفي درج بينزل لتحت مثل هذا اللي فوق؟ لك والله انحظينا، عطينا هالأميرة لهالقصر. لك محمد بس تشوف البيت، الطابق اللي فوق بيجي قد بيتنا وفيه غرف نوم كمان. لك سهر خلص اسكتي، عم تشرحي عن البيت ولسه ما صار لك 10 دقايق. ايش بدي اعمل، ضل هيك ساكتة مثلكم لحتى يرجع العريس؟ حبيت اتفرج. شو رأيكم نحن نبلش هلا؟ شو يعني ما بدنا نستنى العريس ليجي؟ لبين ما نبلش بيكون هو وصل. يلا. ايه منيح لكن. يلا لشوف. يا الله. سكروا. مو مشكلة أصلاً، أنا حكيت كل شي كنت بدي أحكيه. هالة؟ متأكدة إنك رح ترجعي هيك بدون ما تحكي معه أي شي؟ يعني شو بدك يعني أحكي؟ عم حس إني إذا بلشت بالحكي هلأ ما عاد أقدر أوقف بنوم، بس هذا الشي شو رح يغير؟ ليش في حدا بيسمع كلمتي؟ عزيزتي هالة؟ أهلا وسهلا. أهلين فيك. آيسون، اليوم لخبرتني إنك أنت هون. ألف مبروك. إيه، إمتى رح تصيري ست؟ أها. لا تخبص هلأ أنا، بعدين بتعرف
ابننا هو كان شاهد على هذا الزواج. ايه شاهد الصراف شغيله مو هيك بيقولوا؟ شو اسماعيل كأنه ما اجا. على كل حال الرجال بعده شب ما انه جاهز لحتى يصير جد. يا خلاص فهمت، مبين انه ما راح اقدر ضحككم اليوم. هو بالاصل نحن كنا عم نعاني من نفس المشكله هلا، بس كوراي كتير متقدم بالقصه وعلى السكيتي. اونر هلا رحلتها رح تكون بعد ساعتين، وهي ما ودعت كوراي لسه. ايه طيب بسيطه، انا بقترح انه نروح لعند العرسان ونداهم البيت قبل ما تروحي، شو رايك؟ ليك العريس كمان هون، شكله الزواج ما نفعه. مو مهم، استنيني شوي نلا يراجع. هاندا ليش هيك؟ ليش هيك عملت؟ جاوبني هلا، ليش هيك عملت؟ كيف قدرت تتزوج؟ لك انت كيف عملت هالشي؟ انت كيف عملتها؟ انت كيف بتعمل فيني هيك شي كوراي؟ انت كيف بتتجوز؟ انت كيف بتعملها؟ كيف بتعملها؟ انت كيف بتعمل هيك شي؟ انت كيف بتعمل هيك شي كوراي؟ كيف عملتها؟ فريحة روحي، انتي لا تعذبي حالك، هلا بحطهم بجلاية الصحون. لا لا ما في عذاب ولا شيء. ايه خالي، انتو خذوا راحتكم، انا هلا بساوي لكم القهوة بسرعة. لا 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 تعذبي حالك، نحن صار لازم نمشي هلا، اصلا تاركين البناية ما فيها حدا. يلا قوموا. إيه لكن متل رحت الزناجيل، كل واشرب وروح. مشان الله اشربوا القهوة وبعدين روحوا، خلونا لنشوف العريس. يا أخي والله ما بعرف شو بدي أقول لك، هالعريس لا أجا ولا احترمنا أبدا. قديش صارت الساعة؟ والله عيب علي. هاي البنت شو على طول رح تضل لحالها هيك أخي؟ أهلا وسهلا. تسلمي. شو في عندكم ضيوف هلا؟ أمي وخالي وولاد خالي، تفضلوا. انتو تقربوا بعض؟ انا ما فهمت، يعني انتو بتعرفوا بعض اهسو؟
وهيشرف العريس كمان. اها ليكو هي اجا امير. حبيبي كوراي الف مبروك، وهالزواج السعيد تحقق بفضل امير ابني. مبروك لكم كلياتكم. ماما بابا يلا خلينا نروح، اذا بتضلوا كمان شوي بيشعل البيت. شو راح يكون معناته؟ البنات مصوبين على أهدافهم، الأولى فضلا ما صابت الهدف، أما الثانية فصابت الهدف بنصه. بابا عارف عن شو عم تحكي. شوفي ابنك مو ناقص غير تجي تعلمني كيف أحكي، ما هيك؟ أمير كل اللي صار مجرد صدفة يعني. ابني هدول البنتين بيصيدوا الشباب الأغنياء. فتح عيونك بقى، فتحهم. ليكو انتو ما بتعرفوا اي شي عن قصة زواج كوراي، وهذا الشي انتو ما بيعنيكن، ماشي؟ بعدين انا على شو عم بحكي؟ امتى رح تفتحوا عيونكن؟ شو هالحياة اللي عايشينها؟ لو ما انكن كرهانين فريحة كنتو نسيانين اني ابنكن. انت كيف عم تحكي معنا هيك شي؟ نحن عم نحاول انه ننقذك بهذا الوقت اللي عم تستحقرنا فيه. تنقذوني ما هيك؟ ما خطرت على بالكم لما كنت مخطوف بهداك البيت؟ ما انتبهتوا حتى على غيابي؟ انت بابا كنت عم تقول انك ندمان كثير، قلت لك انسى بأول فرصة درت ظهرك. شو صار؟ ولا انت لما طلعت من المشفى ما اهتميتي فيني، رحت اهتميتي بموضوع فريحة؟ انتوا اللي رح تنقذوني من فريحة؟ يلا انصب شان الله. يلا تصبحي على خير يا خانم. وانتو من اهله؟ ان شاء الله المرة الجاية منشوف الاستاذ كمان. تصبحي على خير. غسل وشك وإيديك وبعدها إذا بتريد تطلب لي تاكسي فورا. ليش؟ خليني وصلك أنا. آيسون من فضلك. آيسون. آيسون انت ام كتير منيحة، عملتي كل شي بيطلع بايدك كله مشان ابنك، تحملتي كل هالسنين رجال مثلي. انت ام كتير منيحة. رحنا شلحنا من رجلينا مثل البشر وما نفعت معهم الا بدهم يطلعوا. لك محمد هدول هنن هيك عاداتهم، خلص بقى. لك بتقلهم تصبحوا على خير وكأنه عم تضربهم على راسهم. أنا ما أخذت على خاطري يا ابني، يعني الخانم بتكون زعلانة على ابنها منشان هيك هي حملت حالها وراحت. خلاص بابا مشان الله، شفتهم شلون عم يتطلعوا؟ ما أنا عاجبينهم. شفتي ما أحلاهم رفقاتك؟
تصبحوا على خير. لا تفكري بشي سيء يا خديجة. احكي لي لشوف بشو صافني وعم تفكري. يعني بشو رح فكر أخي؟ الشغلة اللي بتصير بلا إذن نهايتها كمان رح تصير بلا إذن. شو ما شفت أمه لظهرنا حتى ما كلفت خاطرة تطلع بوشنا، وهي العريس بعد يومين عم يرجع على البيت وهو سكرها. آخ يا ربي دخيلك، نحنا شو عاملين ومين ضارين لحتى هيك عم تصير فينا يا ربي. شلنا من سيرة أهله للولد، بس البيت كان كتير حلو محمد، بس تياب كلتون ما عم بتليق بهداك البيت. يعني نحنا لازم نشتري له شي جديد. ما ولك سهر، خلصنا انت والبيت بقى. دخيلك امتى عم تنبهني وكأنه ما ضل تفكيرك معلق بهداك التلفزيون المسطح. ايه خلص محمد، كلياتنا عم نفكر بالشي اللي شفناه، بس لأنه أنا اللي عم عبر عم تقوله عيب. يعني هلأ فهمني، انت ما بتحب تعيش بهيك بيت حلو مثل البيوت اللي فوقه على راحتك؟ يعني هيك ويكون عندك سيارة وكمان عندك تلفزيون مسطح. يعني طيب خلص، خلي شو ما كان يكون، المهم كلتون مبسوطة. يعني إذا تضايقت شوي بتطلع بتقعد بحديقة بيتها، وإذا بتطلب من زوجها رح ياخدها للمكان يلي بدها اياه. يعني الواحد إذا بيتمنى إنه يعيش هيك حياة حلوة، ما بعرف يا ترى عيب أتمنى هالشي محمد؟ كل شي رح يكون أحلى صدقيني. أنا مصدقتك. استنى، والله لا بقت لك كتير محمد. انت هلأ صرت الشوفير الخاص لأم الأستاذ لافاند، ما هيك؟ كان لازم تخبرني من امبارح. بصراحة حبيت أعمل لك إياها مفاجأة. لك لو إنك تحط الطاقية وتحلق دقنك شوي والله بتطلع أحلى. خلاص مشان الله سهر، شو بدك تبهدليني؟ ايه معك حق، هيك رح يبين عليك إنك الشوفير تبعها، أما هيك فمبين عليك إنك صاحب السيارة الحقيقي. عن جد؟ بس يخلص شغلك رح تطالع مرتك مشوار، ما هيك؟ لا مشان الله دخيلك، اصلا كل اللي اجى على راسنا كان من ورا مشوار. الف مبروك على اغلب شغل جديد. ايه عم بشتغل، ما رح اقدر وصلك. لا تروحي الباص عليكي. روح الله يوفقك حبيبي. يلا دير بالك. يا رب. شش اسمعي، انا رايحة لعند جولفيدان. ايه يا دوب تقدر تريحك وتخليكي تحكي. صباح الخير. صباح النور. انت متضايقة مشان امبارح؟ بعد ما شفت كوراي وكلتون كنت عارفانة إنه في فرق كبير بين العيلتين، بس مبارح المساء أول مرة بحس بهذا الشيء. بس هالشي ما عاد له أهمية أبداً. لما شفت أهلك ما عرفت شو بدي أعمل، زعلوا منك ما هيك؟ هالشي ما نو جديد. هالشي ما نو جديد من لما تدمرت علاقتنا. أنا كنت عم بحكي مع أمك وكنا عم نحكي عنك، كنت بلشت عم بتقرب منها لأمك، وحتى بلشت الأوضاع تهدى مع أبوك بسببي أنا. بسببي أنا أنتوا عم تفتروا. فريحة صحيح أنا عندي أب وأم، بس نحنا مالنا عائلة. هالشي ما لك علاقة فيه أنت، قلة اهتمامهم وصدقهم كمان. القصة خيبت أمل.
لما كنت بهداك البيت هن ما انتبهوا حتى لغيابك. ما في أي مبرر تاني لهالشي أبدا. أنت هلأ مثلي مكسور خاطرك وهن عم بيحسوا بهالشي كمان. مثلا أبي كتير زعلان، عم بيلوم حاله مشان موضوع خليل واللي صار. طبعا نحن ما عم نحكي بهيك شغلات بالبيت، بس انتو فيكن تحكوا، بس ما عم تسمعوا بعض ابدا. فريح انا ما بدي افكر بشي تاني غيرنا بنوب، وما بدي احكي مع حدا تاني غيرك. ما رح فكر بشي تاني غيرك لحتى نتجاوز المشاكل الفاضيه اللي حطوها اهلنا قدامنا. ليش الكذب؟ كنت مستنيتك بعد كتب الكتاب. هدول بنات عيلتنا خوفوكم ما هيك؟ كل شي بيتعلق بابني، وبس تشوفي شغلة صغيرة أو تسمعي شي ولما بتشكي بشي فوراً بتتصلي فيني. وشو المقابل؟ المقابل هو انت رح تاخدي الشي اللي بتستحقيه. اذا بتفوتك اي شغلة ما بتاخدي ولا ليرة، ماشي؟ لا تعكلي هم، انا ما بيفوتني شي ابداً. ابنها فوق فاجت عم تسأل إذا في عنا مفتاح احتياط، بس هيك مو أكتر. عمي شو ما بدك تفوت لجوا؟ عمي أونال هون؟ ايه يا خانم، وصل بعد ما اجينا. انت خليك هون لو سمحت. ماشي. ما في اي فرق بين النتائج اللي بعتن دكتورك وبين النتائج اللي بين ايدي يا نبهار خانم. قلتلك هذا الشي بأول لقائنا. بهالحالة ما عنا خيار غير العملية وبس. أنا بعرف مخاطر العملية منيح. أنا ما فيني أجبرك على هالمخاطر، بس الموضوع بيتعلق بتمدد الأوعية الدموية يا خانم. أنا قديش معي وقت لحتى أخذ قراري؟ بهيك وضع ما فيني أعطيكي القرار الأكيد. من فضلك أحكي بصراحة. طالما أنت ما رح تعملي العملية فرح نتوقع حدوث أي شيء بأي لحظة. فهمت عليك. بعطلة الأسبوع، بس هذا طلب بيلفت الانتباه. بس رغم هيك مالي متأكدة أونال، يعني أنت بتعرف وضع جانسو، يعني لازم تقومي بواجبك من دون تقصير. من دون تقصير؟ أنت عم تهملي حياتك وشبابك مشان بنت صغيرة مريضة نفسية. أنا كتير بحترم هذا الشيء. شو يعني ما منستحق يوم راحة بعطلة الأسبوع بعد هذا التوتر اللي عشناه بمكان بعيد من هون، مكان هادئ وبس أنا وأنتي؟ كل هذا صعب عليك إنه الوحدة تقلك لا ونال صراف أغلو؟ إلك أنا بخاطرك. مع السلامة.
آيسون، أنت شو لك شغل هون؟ ما في علاقة بيناتكم؟ لك أنت شو عم تخبصي؟ أنا ما بصدقك أونال، أنت على علاقة مع هاي المرة. لما شفت سيارتك قدام الباب كنت مفكرة أنه عن جد جاي لهون مشان ابنك، وفكرت أنك كمان تعبان مثلي بعد اللي صار مبارح. شو هالغباء؟ شايفتك مبسوطة كتير، الكر شاب ظريف مو هيك؟ ايه يعني شاب بيضحك. رح اعتبر جوابك هاد انه كل شي عم يمشي مزبوط. احتمال. بس ان شاء الله ما رح يصير معك شي مفاجأة مثل اللي عملها رفيق هاندا معه، مو هيك بنتي؟ كوراي لا تخبصي امي. لك شو انا ما خبرتك انه ما رح اتزوج ابدا؟ اوف، بعدين ماني مصدقة، هاندا تعبانة كتير وما شفتها من قبل بهالحالة هي. أنا ما عم بقدر صدق إنه العروس طلعت بتقرب فريحة. فعلاً الناس لما بتحب بتمتلك كتير شجاعة لتعمل هالشغلات. فيهم يتجاوزوا الفروقات المادية، بس العادات والتقاليد كيف رح يتكفلوا بهالشي؟ أهاليهم كتير رح يلاقوا صعوبة. الله يكون بعونهم كلهم. يا أخي هالحكي حلو كتير، بس لا تقوم تنزع سرعتها وقوتها هلا، وإذا ما قدرنا نهرب من أزمة السير منضل بلا لقمة العيش. لا أخي، كيف بتكون سرعتك بالبنزين بالغاز نفسها؟ ما بيقلل من سرعتها ولا من قوتها، أنت لا تأكل هم. يلا ألف مبروك. إيه طيب، يعطيك العافية. أهلين أخي محمد. الكل عم يسأل عنك، زعلوا كتير إنك بطلت. كنا عم ندبر حالنا أخي، استعجلت كتير بقرارك. أنا بالفترة الأخيرة قصرت وكنتوا مناح معي، ما بصير هيك شيء. بصراحة المعلم كان له فضل كتير علي، بس لقيت شغل جديد. إيه ألف مبروك إن شاء الله. يسلموا. عكل ما بدي أتأخر من أول يوم، بشوفك. بس ما سمعت. بدك تتغدى؟ أمي اشترتهم، أنا لبست خاتمي. كلثوم، أنا ما بلبس خاتم، ما فيني ألبسه، ما فيني. مثل ما بدك. تمام، جاهز. ان شاء الله اليوم المساء انا رح ابعث لك اياه. الله معك، مع السلامه. ها، اهلا وسهلا. مرحبا. انت منيحه؟ تولين خانم، فينا نحكي شوي لحالنا؟ ايه اكيد.
تفضلي. تولين خانم، انتي لأي درجة بالضبط بتعرفي سينام خانم؟ من لما تزوجت بخلدون بيك في شي مشكلة معه؟ اي نعم في مشكلة، هي على علاقة مع أونال. انت عندك علم بهالشي مو؟ لا ما بعرف بنوب. ليش زعلتي كل هالقد؟ يعني انتو مفترقين وهو هلأ حر بحياته. يمكن انا على الاغلب اعصابي تعبانة شوي، خلينا نعتبر انه هالحديث ما صار بيناتنا. من فضلك بخاطرك. مع السلامة. يعني لأمتى بدنا نضلنا هيك بالسر؟ أنا مليت كتير عن جد. يعني عم بحكي شو، لأمتى رح نضل نتجاهل أهلي وأهلك؟ لحتى هنين يشوفونا فريحة رح نقدر نعملها؟ رح نعملها، ما رح أسمح لأي شيء إنه ينزع هالشي. بكره اللحظة اللي عم نزلك من السيارة هون، بكره كل مرة لما عم نزلك من السيارة بأي مطرح، بكره هديك اللحظة اللي أنت بتروحي فيها على البيت وأنا عم استناكي لتاني يوم، وأنا بكره هديك اللحظات اللي عم روح وبتركك وراي. ليش وقفت؟ انتي روحي بالأول مشان ما يشوفونا مع بعض. اتصلي فيني بس توصلي. ماشي. كوراي عم تعزف حلو كتير. امي مانا بالبيت، بعرف عندي علم بهالشي، بعد شوي رح تكون هون، هي اتصلت فيني. بعدين أنا ما كنت متوقع إنك عم تعزف رومانس، جد فاجأتني. وأنت كمان عم تفاجئني، في إلك ذوق غريب. أنا لما كنت بعمرك الساكسيفون ما كان يخطر على بالي أبدا. أنا والأنستورما كان باتري بعرف، بس مو هذا الموضوع اللي عم بحكي عنه. النسوان. النسوان؟ النسوان من بعد خانهم مثل سينام، بنت صبية وبريئة. انبسطت لأنه نفدت على خير. ما كنت متوقع أنك أنت مهتم كل هالقد. تلفت الانتباه، سينام بتحبك وأنت بتحب البنت الصبية، هي عم تتعذب. غريب، يا أنت كتير ذكي يا سينام، عم تحكي كتير صايرة. أنا كتير ذكي. وسهلا. ليش واقفين على الباب يا أولاد؟ شو صاير؟ أنا هلأ لو وصلت. تفضلي. يلا خلينا نفوت لجوا.
ايه تقريبا انا جاهزة، شوي تاني وبطلع. مع السلامة. شو انتي طالعة؟ ايه حبيبتي، اتفقنا انا ورفقاتي انه نطلع ونغير جو بعد ثلاث الاسبوع. حكيت مع تولين ولارا، قالت رح تكون مبسوطة انه تستقبلك عندها بالبيت بهالعطلة. اه شكلك انتي مقررة انك تتركيني عند الجيران مثل بنت صغيرة. انا حبيبتي فكرت هيك مشان ما تضلي لحالك. مو مهم، ما في مشكلة. لا تنسي تاخدي دواكي، اوعك جانسو تضيعي علبة الدواء، تعرفي لانه ما بيعطوه من دون وصفة. بس انا ما عم بفهم امتى رح تبلش فعاليته. عكلين، وانا كمان رح روح البوتيك، بلتهي هنيك شوي. بخاطرك. انتو بفضل امير بعدكم بالبناية، يعني اذا هو كان قايل خليهم يروحوا انتو ما كنتوا رح تضلوا بالبناية ابدا. بارك لمين منكن؟ انت يلي طالعتي موضة بنت البواب فريحة. كيف بتعملي فينا هيك فريحة؟ ها؟ كيف بتعملي فينا هيك؟ شفتك وانت عم تبوسي، قليلي ليش؟ كيف بتعملي فينا هيك شي وليه؟ كيف بتعملي؟ لك كيف طاوعك قلبك؟ قومي. لك انت واطية، لك كيف كنت عم تبوسي؟ ما قلت لك ما عاد تشوفي؟ ما قلت لك؟ انا شو كنت قايل لك؟ شو كنت قايل لك؟ أنا نبهتك ولا؟ نبهتك؟ لك يعني يصير مجرم؟ لك يا واطية، وطلع اشرب من دمك. قومي قومي محمد، انت شو عم تعمل؟ محمد، بابا اللي ليش ضربتها؟ بابا شفتهم هنن عم يتبوسوا، كانت عم تبوسوا لهذا الواطي. صار لك شيء؟